عندما يتحدث جالانت قبل يومين فقط على قرب نهاية العمليات العسكرية المكثفة في الشمال وأيضا قرب نهايتها أيضا في الجنوب بعد تحقيق أهداف يتحدث عنها هو، وبعدها سينتقلون إلى المرحلة المقبلة. ولكن اليوم حسب ما تبعناه ورصده مراسلون في قطاع غزة تحديدا في الجنوب، هناك قصف مكثف وعنيف هذه الليلة على الأهالي، فبالتالي هل هذه التصريحات تأتي فقط ربما من أجل إبعاد كل هذا الضغط على حكومة بنيامين نتنياهو ومجلس الحرب؟ مساء الخير لك وللسادة المشاهدين. أعتقد بأن يعني تكتيك الحكومة الإسرائيلية ووزارة الدفاع الإسرائيلية يقوم على فكرة تخفيف الوجود البشري للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة والاكتفاء بالزخم الناري، بمعنى الاستعاضة عن الكثافة البشرية للجيش للجنود والضباط بالكثافة النارية من الخارج، من خارج التجمعات السكانية والاشتباك من الخارج أيضا، وتكثيف يعني استمرار الحرب. ووزارة الدفاع يعني جالنت نفسه يقول بأن هذه الحرب سوف تستمر شهور وسنوات ربما، ولا يوجد يعني لدى إسرائيل حتى الآن، لدى الحكومة ولدى يعني المعارضة ولدى كل المجتمع الإسرائيلي، لا يوجد استراتيجية خروج من هذه الحرب، وبالتالي هناك يعني غرق في وحل هذه الحرب ووحل يعني الجرائم التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. ونحن نشاهد يعني كيف تنسحب قوات إسرائيلية بشرية من مناطق يعني الاشتباك في جنوب قطاع غزة، ويقوم الجيش الإسرائيلي بتفجير المنازل المتبقية في المناطق التي كان يسيطر عليها وكان يتواجد فيها بحجة وذريعة أنه لا يريد أن يختبئ أحد في هذه يعني البيوت ويشتبك مع الجيش الإسرائيلي. يريدون يعني ويمارسون عمليا سياسة الأرض المحروقة وتدمير المنازل وتدمير البنية التحتية المدنية في قطاع غزة، ولا يغيرون من فكرة إنهاء الحرب. لا يوجد لدى إسرائيل استراتيجية خروج، بل يوجد تكتيكات تتعلق بتغيير شكل المعركة وشكل الحرب، وأيضا الاستجابة إلى طلبات الولايات المتحدة الأمريكية بتخفيف حدة الحرب في قطاع غزة والعمل من خارج يعني التجمعات السكانية وتقليل الاحتكاك بالسكان المدنيين الذين لم يعد لديهم سقف يأويهم في كل قطاع غزة. لا توجد منازل كافية للفلسطينيين، وممنوع أيضا الفلسطينيون الذين نزحوا إلى مناطق جنوب القطاع يمنع عليهم العودة إلى منازلهم في شمال قطاع غزة إن بقيت لهم منازل. وبالتالي هناك يعني عمليات تضليل وعمليات خداع واسعة جدا، وللأسف الشديد أن دول كبرى يعني تغطي هذا الخداع وتدافع عن إسرائيل يعني تبني سورا حاميا لإسرائيل من الانتقاد ومن المحاسبة والمساءلة والمطالبة أيضا بوقف إطلاق النار. حتى الآن هذه الحرب الوحيدة في التاريخ الحديث التي لا يوجد ولا يرافقها طلب من المؤسسات الدولية، من الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، طلبا بوقف إطلاق النار بسبب الموقف الأمريكي الذي يدعم هذه الحرب ويدعم أهداف هذه الحرب المعلنة بتصفية المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، رغم الألام الشديدة، رغم مئات آلاف الشهداء والجرحى والمصابين والمفقودين أيضا تحت ركام المباني في قطاع غزة. والولايات المتحدة الأمريكية تتحدث عن آلام إسرائيل واحتياجات إسرائيل فقط، ولا تتحدث عن احتياجات للشعب الفلسطيني ولشعوب المنطقة الذين يتأثرون باستمرار هذه الحرب وويلات هذه الحرب وتداعياتها على كل الإقليم. طيب، هنا أيضا الحديث أستاذ محمد على ما جاء في صحيفة واشنطن بوست اليوم على أن الجانب القطري يتحدث على تسوية وصل إليها مع الجانب الفرنسي لإدخال المساعدات الطبية أو الأدوية إلى المحتجزين في غزة مقابل الضغط بإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية. كيف تنظر إلى هذه المقاربة التي وافق عليها الجانب الإسرائيلي؟ أعتقد بأن هذه العملية مرتبطة بيعني محاولات فتح مسار للتفاوض حول مستقبل ومصير الأسرى والمحتجزين لدى حركة حماس،
من خلال إيصال الأدوية، لأن هناك يعني حجة قوية لدى المؤسسات الدولية بأن الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة لا يعاملون بصورة إنسانية وبالتالي يحتاجون إلى الدواء، وبالتالي قطر قامت بهذه العملية بعملية تفاوض من أجل أيضا أن يكون لها دور في التفاوض على مستقبل يعني التبادل، عملية تبادل أسرى، على الرغم أن يعني المسافة ما زالت واسعة جدا بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني. وأيضا يعني قطر تحاول يعني أن يكون لها وجود في كل ما يتعلق بمستقبل قطاع غزة، ولذلك هي يعني تمارس يعني هذه العملية بصورة دائمة، هي الوسيط، ربما الوسيط الثاني بعد مصر مع حركة حماس ومع قطاع غزة، وتقوم بهذا الدور إلى جانب يعني الدور السياسي الذي تلعبه. نعم، طيب أستاذ محمد، أيضا بالحديث أيضا على المقاربة، يعني هناك حديث من الجانب القطري أيضا على أنه لا يمكن إعادة إعمار قطاع غزة دون الوصول إلى حل الدولتين، لأن كل من وعد بإعادة إعمار غزة في السنوات الماضية لم يلتزم، لأنهم يروا أن ليس هناك أفق ربما لسلام أو لحل الدولتين. كيف يمكن ربما إيجاد حلول ورؤية هذه المرة للذهاب إلى حل الدولتين والموافقة على المطالبات الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية، في ظل وجود شريك، دعنا نقول عدو، يعني كيفما كانت المسميات للجانب الإسرائيلي، وهو لا يؤمن بعملية السلام منذ 30 عاما، هو يقول أن الجانب الفلسطيني هو الذي لا يريد الذهاب إلى عملية السلام، وأنت تعرف حضرتك ما قام به الجانب الفلسطيني منذ رئيس الوزراء السابق سلام فياض في 2007 وحتى اليوم. فيما يتعلق بيعني إعادة الإعمار، للأسف الشديد يعني ليست قطر الوحيدة التي قالت ذلك، الفلسطينيون قبل قطر والمصريون والسعودية ومعظم الدول العربية تحدثت عن ضرورة أن يكون هناك أفق سياسي وأن تكون هناك عملية سياسية حقيقية وخطوات عملية نحو الدولة الفلسطينية حتى يمكن المشاركة في إعادة الإعمار. لا يمكن إعادة الإعمار وبعد سنة تنفجر حرب أخرى وتقوم إسرائيل بتدمير قطاع غزة وعلى العرب أن يبنوا كل سنة ويقوموا بإعادة إعمار في، ولكن هذه المرة الأردن قالت أنه لا يمكن إعادة إعمار غزة، وربما إعادة بناء ما خلفه الاحتلال الإسرائيلي لأنه تعود على ذلك. نعم، إعادة يعني مستوى التخريب الذي قام به الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة يحتاج إلى سنوات من إزالة الركام فقط، وليس فقط إعادة الإعمار، وبالتالي معظم وكل الدول العربية والدول الصديقة تعرف ذلك وتعرف أن هناك عملية خطرة جدا، وإسرائيل والولايات المتحدة للأسف تريد إشراك العرب في المسؤولية عن هذا الدمار قبل أن تتوقف هذه الحرب، وهذا أمر مؤسف يعني وأمر لا يقبله أحد على الإطلاق. إسرائيل هي التي يعني أغلقت الأبواب أمام السلام وأغلقت الأبواب أمام يعني الأمن، تريد أمنا للإسرائيليين فقط وسلاما للإسرائيليين فقط، ولا تؤمن على الإطلاق بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني. هي شرعت قانونا في الكنيسة الإسرائيلي يقول بأن حق تقرير المصير في هذه الأرض بين نهر الأردن والبحر المتوسط هي لليهود فقط، وبالتالي هناك قانون إسرائيلي، قانون القومية الإسرائيلي الذي يعني فيما يعني بأنه لا يمكن الموافقة على حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني. نعم. ولا يمكن. نعم. الموافقة. نعم. على إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل كما يطالب العالم، وبالتالي صحيح. هذا هو الجذر الحقيقي لغياب السلام وغياب الأمن واستمرار انفجار الحروب بين فترة وأخرى.